الأخ يسأل أيضا في سؤاله الثاني: شخص بنى مسجدا لا لأجل أن للوقف أو ليوقفه، وإنما لأجل أن يعرضه للبيع بعد الانتهاء منه. نعوذ بالله من هذا، لا يجوز هذا العمل. المساجد لله لا يجوز بيعها ولا الاتجار بها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، قام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. هذا يشمل عمارتها الحسية والمعنوية. عمارة المساجد قربة إلى الله عز وجل، لا تطلب بها الدنيا. نعم.